صباح الخير عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اعطيونا اللايك ديالكم والتعليق والبارطاج فضلا وليس امرا. هذا الفيديو غادي نضاف فيه على جوج الناس، على نسيبي المفرقع العزيز عليا وعلى في لطاطا سعاد نسيبتي. فالفيديو غنوجه العتاب بالدرجه الاولى لسعاد. سعاد انتي سبب هاد المشاكل كامله، انا غنقول لك عليه. درتي غلط كبير ملي رجعتي مع المفرقع، ما كانش لك ترجعي لي بمره. انتي عرفتي شنو كيسوى وشفتي شفتي شنو دار لك مؤخرا، ما كانش لك ترجعي مع هذا الزواج. غيقول لي بزاف الناس لا رجعت معاه على قبل الوليدات، على قبل الاسره ديالها، ما بغاش تتشمل ديالها. ها هي دابا رجعت لي عاد ما كثر المشاكل، ودابا سعاد هي رجعت مع المفرقع. واش عايشه معاه؟ هو عايش في دار وهي عايشه في دار، الاولاد هما فارقينهم، هو واخد البنات وهي واخده جوج ولاد. يعني ما فائده هذا الرجوع؟ الزواج راه هو الاحترام، الزواج هو التقدير، الزواج هو يكون واحد مقيد بالمسؤوليه ديالو. الزواج هو الواحد يخاف على مراته ويخاف على ولاده ويهزهم، يكون هو المسؤول عليهم. ممكن عارف هو الراجل هو اللي كيكون المسؤول على الدار. دابا هو شاد فقنت مع مرة واحدة أخرى، واحد السيدة واحدة أخرى اللي كتكلاشي فيك وكتحرض عليك ولادك. يعني هاد الرجوع شنو الفائدة ديالو؟ والو. انتي درتي هاد الفوت كامل منك سعاد، ودابا خاصك تطلقي. الحل الوحيد هو تطلقي، ما تقولوش ليا لا حق العقول وليداتها، ما العقول وليداتها. الحل الوحيد أن سعاد تطلق وتعيش حياتها وترفع به هو الشكايه على هادشي اللي كيدير بها. التحريض القاصر، انك حرض بناتك يخرج يضربوا فيها، التشهير، ودير دعوه قضائيه بهذيك حزقه نتائج. وقف عند حدها، لان هادشي زاد عن حده بزاف باش يوصل به الجراه انه يضرب لك القناه ديالك اللي انتي خدامه بها وخدامه على وليداتو. هنا راه بزاف، انا هاد السيد راه ما فيه خير، ما فيش الخير لا في الرجوع لا والو. والخير ما داروش حتى في ولادو، الخير ما داروش حتى في راسو. هو باغي يحرم رزق ولادو، يعني ولادو وما عقلش عليهم. بقى يعقل عليك انت يا سعاد. يعني الا بقيتي عايشه مع هاد السيد راه اما غادا تحماقي يا اما غتوقع لك شي حاجه. والله ما تفارقي مع هاد ولد الناس، وسيري عيشي حياتك انت ووليداتك وبعدين من المشاكل. ياك حاز قاينو بغاتو خلي منها ليها. طلي ولا طلي ديك الساعه، طلي ولا طلي ديك الساعه. البارح طالع معاه في واحد الفيديو، انا كنعطي لبنى الحنان، انا كنعطيها هادي، انا كنتهلا فيها. وترى خاصك الحنان، انت بيدك خاصك الحنان. عمي المفرقع وخا نسيبي وعزيز عليا، ولكن راه ما غنعقلش لك عمي المفرقع. انك عيقتي بزاف، شوهتي، انا غنعطيها الحنان، انا كندير لا انا هادي. وانت الحنان ما عطيتش لولادك، بقا تعطي لها هي الحنان. وهاديك اللي ضربه معاك تاميره ومكبره ولادك والده معاك الولاد وكانت خدامه عليك وعلى طاسيتك، هذيك ما تعطيش الحنان. ولا ما ولا حنان تعطي حزقين اللي كتجيب لك المشاهده وكتجيب لك فلوس الادسنس، حتى نهار اللي ما تبقى تجيب لك المشاهده وكتركب هذيك الساعه. هو شوفي باش عارف يا حزقين، ما فيش الخير، الخير ما داروش حتى في ولادو. ولادو ما دارش فيهم الخير، ما عقلش عليهم. بقى يعقل عليك انت اللي برانيه، ويلا الا قطربك السقف ويلا عارفك. نهار تعطيك المشاهده والله ما يعطلك، انت الاولى غادي يجري عليك. اول وحده غيدور فيها، واول وحده غيقول لها شتي هي الشمل ديال الاسره ديالي، واول وحده غادي يبدا يلومك ويعاتبك هي انت حزقينو. ودابا شوفي هادشي كلشي غيتقلب عليك، في الاخر غيبقى يلومك عندي. اول معيوره غيعيط بها انك فركتي الشمل ديالو وديال وليداتو. والبنات اللي حرضهم دابا على الام ديالهم، دابا يكبروا يعرفوا القيمه ديال الام ديالهم وغيرجعوا للام ديالهم. ضروري واحد النهار ما غيتصرف مع امهم وغيرجعوا عند الام ديالهم. وديك الساعه غيعاود ديك الساعه غتبان الحقائق، وشنو كنتي كتقولي لي، وشنو كنت كتحرضي مع الام ديالهم، وشنو بزاف الحوايج. راه الزمان كيوري بشويه بشويه كلشي غادي يتعرك وكلشي غادي يتفضح. العالم راه صغير. وهاد الفيديو عاوتاني كنتمنى تفرج فيه سعاد باش تشوف ان خاصها تدير شكايه بالمفرقع، لان المتتبعين تما راه صافي طلع لهم الدم كيكتبوا في التعليق خاص سعاد تحرك. جا الوقت باش سعاد تحرك، لان هادشي بزاف. سعاد خاصها دير شكايه، ترفعها على المفرقع وعلى السريعه، انهم كيحرضوا على بناتها وكيسبوها في اليوتيوب، وزاد دابا كيضرب لها القناه. ودير بيه شكاية على هادشي كامل، وطلب الطلاق ديالها. الطلاق هو الحل، وطلب النفقة عاوتاني يخلص النفقة بالزمنه. راه كيحسبوا لي النفقة على حساب مداخل، شحال كيدخل في الشهر، حنا عارفين هو راه كيدخل الأموال طائلة من اليوتيوب. ديك الساعة بالزمنه غيخلص النفقة لوليداتو ويخلص سعاد الصالير ديالها وكلشي باش يتعلم. علاش هو ما باغيش دابا الطلاق؟ دابا راه غيخرج في شي فيديو غادي على هاد الضجة نهضت عليه، غادي يخرج وغادي يعتذر من سعاد بالعاني باش يتلى في الراي العام. والسعاد عاوتاني تحن فيه وما طلبش الطلاق وما ديرش به شكايه، لان الطلاق ماشي في صالحه هو، لا هو لا حقينه. ما باغيش سعاد طلق،
باغي السعاد يبقاو يخدموا عليها من بعيد. هو راني ندير لك الطريقه ديال ما هي عروس ما هي مرات منحوس، غادي يخليها ساكنه بوحدها راه مزوج بها، راه ساكنه هي بوحدها بواحد الدار، يبقى يتعاطى معاها في اليوتيوب غير قال عندها راه الفلوس. هادشي اللي باغي هو، هي الفائده ديال الرجوع وماشي في صالح ام الطلاق. دابا راه خاص واحد تنوض تطلب الطلاق وداكشي المفارقع، والله ما يبغي يطلق، ما يبغيش يطلق، وخاص واحد تبغي الطلاق ما غاديش يبغي يطلق. وغتشوفو كلشي لان السعاد دابا بروجي كتدخل ليه الفلوس، خاصو يبقى يتعاطى معاها، خاصو يبقى يحرض على ولادها، خاصو يبقى يخرج بناته يضربو فيها، خاص سريع الفيديوهات علاش تخدم. وهاي اللي تفحت لا تفارقت مع السعاد ما يمكنش لها تبقى تهضر على السعاد، صافي راه تفارقوا. لا هي خاصو تبقى مع تبقى مزوجة مرغونة بهذا الفرقع، وتبقى تتعاطى معاها في اليوتيوب ويطلعوا لها فيديوهات، سيري نتيا موتي تفاقسي كوني بالولاد نضربو في القناة ديالك نهدوك، المهم تبقاي عايشة بحال خدامة عندنا بحال الكلبة وصافي. حنا نخدموك في اليوتيوب، حنا نديرو عليك فيديوهات، حنا نطلعو عليك مسلسلات، حنا ندخلو في الادسنس وهكا. في ان تخرج العجوزة تضرب فيها، تخرج هو يضرب فيها، تخرج البنت تضرب فيها، تخرج حاطينو تضرب فيها. اللي هذا والله ما تخليهمش السعاد يبقى خدام هنا، ما تبقايش حمار طاح هنا، خرجي سيري ديري شكاية وديري الطلاق هو الحل. وسعاد راه باقا تجوز، راه مشيتي وحدة كبيرة، السعاد شكون اللي كبر سعاد ولا حلقين ولا راه تزوجت؟ سعاد باقا صغيرة وباقا تزوج وباقا تولد، الحمد لله. سعاد راه تمارة اللي كتبين بحال هكا، سعاد والله تانا اللي طلاقيته وكلشي، سعاد زوينة وكلشي وظريفة الصراحة وقلب كبير. سعاد مازال تزوج ويسهل لي الله وتجيب حسن منه مفارقع وسيد سيتو، متبقايش راه انا حياتي بواحد. انا معك، انا اللي كنت استغرب ليش ما عجبك في نهار الاول هاد المفارقع، الناس كدي على خدمته على فلوسو، نقولو خايب راه خدام خدمه زوينه، هادشي علاش كيتزوجو عليه، تي لا خدمه لا فلوس لا زين لا احترام لا رجوله، تيش عجبك فيها سعاد؟ يعني كانوا عينيك مهمدا فيك انت كتشوف نهار الاول، ما بالك شي شباب، ما بالك شي واحد زوين، ما بالك شي واحد نقولو خايب ولكن خدام خدمه زوينه اللي غادي تصرف عليك انت وعائلتك وتهناي. هي المرأة ملي كتزوج راه باش تهنى، تمشي لدارها وليداتها وتقابل دويرتها صافي، انتي مزوجة وعاد خارجة تامر تخدمي، مزوجة بيه يجي حاطها فوق السداري وتشي تخدم تنقص مسكينة العيالات في الليل، تجيب تامر تجيب الماكلة تمشي دات قناة تسيري عند البعراوي يعطيها الفلوس سيري هادي باش تبقى على واحد مفرقع. اشنو الفائدة اللي ضافلك في حياتك هاد المفرقع؟ والو غير المشاكل والصداع، ما ضافلك حتى شي حاجة هاد المفرقع غير المشاكل والصداع ويفقص فك وواكل شاربة السيدي وخرج عائلته تضرفك المفرقع. والله لا عمي المفرقع راه ما كيحشمش. المهم قبل ما نختم الفيديو، عمي المفرقع راك عزيز وغالي وعزيز عليا، عمي المفرقع في قلبي انت وطاطا البوالة، بلغ لي سلامي احلى طاطا البوالة في العالم. تحية لكم اخوتي.